على تنفيذ الخطأ توري بالدو لاعب البديل. تودري بالدو على تنفيذ الخطأ، تودري بالدو يلعب الكرة بنفس الطريقة أيضا يأتي الهدف، بنفس الطريقة يأتي الهدف الثاني في مرمى العنابي. خطأ من الحارس صلاح زكريا، خطأ من الحارس صلاح زكريا، شاهد بنفس الطريق بنفس الطريقة للهدف الأول للمنتخب الإندونيسي. تصل لمصلحة تودري بالدو، تودري بالدو اللاعب السريع يبحث عن تصويبه، يبحث عن تصويبه، ممكن يصوب، ممكن يصوب مرمى الأول، يبحث عن تصويبه، تأتي التصويبه، يأتي الهدف الرابع، يأتي الهدف الرابع، يأتي الهدف الرابع أيضا عن طريق تودري بالدو. تودري بالدو يأتي بالهدف الرابع، لكن شاهد من وين مر، شاهد من وين مر بكل سهولة، مر من لاعبين بعد ذلك، مر من المدافع ناصر بخش، وأيضا مر عن طريق أحمد السيل وصوب. صعب على الحارس صلاح زكريا. تصبح النتيجة 6-4، 6-4. رشيد طالت على الكرة، تعود إلى أماريانو، أماريانو إلى ريفالدو، ريفالدو ممكن يمر، مر ريفالدو، مر ريفالدو، مر ريفالدو، مر ريفالدو، مر ريفالدو، يصوب ويسجل الهدف الخامس. صورة غريبة، يمر ويسجل الهدف الخامس. يا جماعة مر من أكثر من أربع لاعبين، وين دفاع العنابي؟ وين الدفاع اللي كان متألق في شوط المباراة الأول؟ شاهد من وين يمر، شاهد من وين يمر، شاهد 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 الآن مر من الأول، مر من الثاني، وهنا تقدم ثلاث لاعبين ولا لاعب استطاع إيقافه، ولا لاعب استطاع إيقافه. لاح تكون التسع دقائق مثيرة للغاية ما بين